السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين قناة ميا رمضان، تحياتي لكم وجمعة مباركة عليكم. النهاردة يا جماعة معانا فيديو جديد ببندقية جديدة 07 كلار، هي الإصدار الجديد ومدبش كريمية. بندقية محترمة وأداء محترم، بس فيها عيب لازم نتغلاها الجلدة والسوستة بتاعها، لأن السوستة بتاعتها قصيرة 31 لفة، والجلدة الطبيعية بتاعت التركي رديئة. يتغلاها جلدة وسوستة شادو تبقى بندقية أحسن من الشادو بأمانة يعني. الفيديو معانا النهارده فيديو صيد محترم، وده اول طلعه ليه البندقيه ديت، والبندقيه ديت للبيع. اللي عايزها يطلبنا يكتب لكم الرقم في اول تعليق ان شاء الله، ويلا بينا نشوف الفيديو. يلا بينا. جوه المسقط، نزل جوه المسقط يا جماعه، اهو 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 رجع تاني. اهو يا جماعه الارض اهو. على شمالك اهو، على شمالك اهو. عدى العربيه التانيه خرج. شوف يا جماعة المسافة اللي كان عليها فرد، احنا واقفين فين وهو كان هنا اهو. مسافة روعة يا باشا، انت بتاع المسافات. على فكرة يا جماعة البندقية ديت أول مرة تطلع السرحة، أول رحلة للصيد ليها. البندقية ديت كلار 07، بندقية محترمة بس فيها محفوظة، عشان تاخد منها أداء عالي كمان أحسن من كده تركب لها سوستة شادو وجلدة شادو. بندقية محترمة 10 على 10، يعني سوستة وجلدة شادو يظبط الأداء، تاخد منها أداء 10 على 10. صباحكم فل. أهو الله 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 عليك يا عم ماهر. شوفوا يا جماعة، شوفوا التألق. شايفين المسافة قد ايه؟ المسافة قد ايه؟ المسافة يا جماعة بتاعت الفرد كان فين؟ وبقى فين؟ ما شاء الله. شايف يا عم علي يا اصلي؟ صباح الفل يا عم علي يا اصلي. اهو يا جماعة الله. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. كان نص من يومك والله. يا جماعة حاج ماهر ملك المسافات اللي وحشني. كده مهيني كان واقف هيني ومطلع في جناحه ونازل يعافر. صباحكم فل. لا انا اضرب، عايز اتوب. الحل ده يا جماعه. طب
تعالى تعالى بطل. نزل نزل يا حاج، نزل نزل اهو. اضرب بسرعة على النبع حق تعال. ما شاء الله عليك يا حق ماهر والله. بعد لما بيكون معاك بيتمتع. احلى تحية واحلى ناس واحلى مشاهدين. هنحلي. الله عليك يا حبيب والديك اهو. الحق الكلاب يا عم ماهر هياكلوه. طبعا يا جماعة احنا في منطقة اي حاجة بتنزل كلاب او قطط بتجري عليها يمكن هي بتسبقنا، يعني لو ياريت لو الكلاب دي شغالة معانا هتنفعنا جامد قوي من الجري. تعالى يا حاج ماهر. طبعا بضرب بضرب عايز خد ده هيلف اللي فاتوا فرد اللفة يا جماعة. اهو مهران القناص. شوفوا يا جماعة فرد نازل اكل طلقة وبرضه نازل صحي. خليكم معانا يا جماعة. هو حاج بري ناشف. احلى تحيه واحلى مشاهدين صباح الفل. الصلاة على النبي. بسم الله ما شاء الله. تعالى تعالى. ايه الحلاوه دي؟ صراحة يا جماعة أنا بعتذر لكم لأن أنا الكاميرا اتهزت من إيدي ما عرفتش أجيب الصورة صح. لحظة بس يا شفت المسافة وحلاوتها عمال. أنا بقول لك أنا بعتذر يا أصلي تعرف تعمل كده؟ بعتذر لأني ما لحقتش أجيب الحتة دي الكاميرا اتهزت. التانية أهي التانية يا محمد شايفه الركن على شمالك يا محمد بن القمطان. لا بطل بس شكرا شكرا. ختامها مسك يا حاج ماهر. الله يسعدك. صباح الورد صباح الاسبلاء لاحلى ناس. انزل يا بطل انزل يا بطل انزل يا بطل بقى. هي بالانس بالانس يلا شكرا
هه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 ه